بعد السقوط الإخواني تتوالى الحقائق والوثائق التي تثبت ارتباطهم بالمشروع الأمريكي لتفتيت المنطقة، ومنها الصفقة التي كشفتها مصادر رسمية وإعلامية لصحيفة المنار المقدسية. جماعة الإخوان المسلمين ذراع ضارب في اليد الأمريكية، هذا ما أكده تسلسل الأحداث في العالم العربي عامة وبمصر خاصة، ويتضح جليا في بنود الصفقة التي كشفت عنها صحيفة المنار المقدسية بين واشنطن والجماعة في مصر وفروعها في البلدان العربية وتركيا. وتتضمن هذه الصفقة ما يلي: تقسيم مصر إلى 3 دويلات بعد ارتكاب جرائم ومذابح دموية على أساس عرقي ومذهبي، إقامة إمارات إسلامية تتبع تعليمات المرشد العام للجماعة في غزة والجزائر ولبنان، تجريد العاهل الأردني من صلاحياته وتولي الإخوان مسؤولية إدارة البلاد، تعطيل المصالحة في الساحة الفلسطينية لصالح المشروع الإسرائيلي، الحفاظ على أمن إسرائيل بكل الوسائل وشل المقاومة في غزة، وأن تقوم حركة حماس بدورها في هذا الاتجاه، تمرير الحل الإسرائيلي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية من خلال فرض هدنة طويلة الأمد، تقسيم سوريا إلى 4 دول بعد عدوان عسكري على الشعب السوري من خلال تحالف تقوده الجماعة بدعم أمريكي وتمويل خليجي، عدم اقتراب الجماعة من بعض الدول الخليجية التي ترعاها الولايات المتحدة، إشعال فتنة دموية في الجزائر والمغرب، تفكيك الجيوش في الدول المستهدفة وتشكيل جيوش جديدة تكون مجرد أجهزة شرطة تسيطر عليها الجماعة، تشكيل اصطفاف جديد تشارك فيه تركيا وغيرها لمواجهة إيران، تخريب الساحة اللبنانية وتفجيرها والمشاركة في ضرب حزب الله بتنسيق مع أمريكا وإسرائيل، أحداث فوضى في ساحة الضفة الغربية تسهيلا لما تخطط له إسرائيل. وتؤكد الدوائر واسعة الاطلاع على بنود هذه الصفقة أن مشيخات خليجية تكلفت بتمويل هذه المخططات التي باركتها الولايات المتحدة وتأمين السلاح اللازم لتنفيذها. سقوط النظام الإخواني في مصر أجهض هذا المخطط الإخواني، وهذا ما يفسر غضب الجماعة التي لا تزال تنفذ إجرامها بحق الشعوب العربية التي فضحت عمالتها وترفضها.